السلام عليكم الإخوان، تحياتي واحتراماتي للجميع، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع مراد المعريف. وشكرا للإخوان جميعا على التفاعل مع الفيديوهات، مع المنشورات على الفيسبوك، عبر التعاليق ديالكم. لتعاليق اللي هي كتعطي واحد انطباع جميل جدا بأن الإخوان مطلعين على كل ما يروج في المنظومة ديال الهواية ديال تغريد الطائر الحسون. هذا الفيديو الإخوان هو أغلب الفيديو غيكون مجموعة من التساؤلات اللي غادي نطرحوها للنقاش كالعادة. وكما جرت العادة، فجميع التساؤلات كتلقى واحد الاستحسان جميل جدا في جميع ما نقولوا مواقع التواصل الاجتماعي، في جروب واتساب والفيسبوك وفي منصات اخرى. توصلني اصداء من بعض الاصدقاء والاخوان انه هذا الموضوع فتم تداوله لمده واحد الاسبوع ولا هذا، وخرجنا بعض الخلاصات، وهذا جميل جدا. هذا هو اللي بغينا يكون في الهوايه. الهوايه يجب ان الانسان انه دائما يكون في كما نقولوا كدار لا ميزاجور، كيطرحوا يعني تساؤلات، كنحاولوا نلقاو اجوبه. وهذا هو يعني الطرح اللي غادي نمشي فيه في هذا الفيديو. هذا الفيديو هذا يخص واحد الفكره اللي تم اثارتها من خلال كاع المواضيع اللي تم التطرق اليها، هو الهويه المغربيه بما يخص تغريد الطائر الحسون. التساؤل الاول، رغم كل هاد التراكمات ديال هاد السنوات اللي دوزنا في هاد الهوايه، يعني الجيل ديالي والجيل الاسبق والجيل الاسبق، يعني منذ الستينيات يعني واحد المده اللي هي طويله جدا الى يومنا هذا، واش المولوع المغربي دائما اتكلم فيما يخص تغريد الطائر الحسون، المولوع المغربي واش ما قدرش انه يكسب واحد المناعه ولا واحد الرشد في سن قوانين تغريديه للهوايه ديالو؟ هذا السؤال الجوهري الاول. يعني منذ 60 سنه راه عمر جوج ديال الاجيال. السؤال الاول، واش ما قدرناش اننا نكون عندنا واحد لا كاباسيتي، واحد المقدوره اننا نفهموا ماذا يعني تغريد الحسون، ونفهموا ماذا تعني التغريد، ونفرقوا ما بين الانواع ديال التغاريد. ودابا في 2023 المولوع المغربي ما يمكنش لي انه يشرع التغريد ديالو. هذا السؤال جوهري كبير بزاف، هذا التساؤل مهم. ربما بزاف الناس ما كيوضعوش هذه الاسئله الجوهريه، ولكن لابد من اننا نوضعهم في هذه المرحله. بمعنى سؤال اخر، هذا السؤال شويه ماشي غيكون عاطفي، ولكن سؤال لي مهم حتى هو، باش نوضعكم في الصوره اللي كنحس بها انا كمولوع مش نقول مخضرم، ولكن عاشرت جوج انواع ديال الاجيال، الجيل السابق والجيل الحالي ديال الشباب. مثلا ملي كيجي عندنا واحد اجنبي وهو اللي يقيم المقدوره ديال المولوع المغربي في ميدان التغريد، دابا بيني وبينكم الخوت، باش كتحس واش عندكم المساله عاديه؟ مساله عاديه ان واحد جاي اجنبي كيقول لك انت واش مولوع ولا ماشي مولوع، انت واش حكم ولا ماشي حكم؟ هذا سؤال نتمنى انه حتى هو يلقى تجاوب في منصه التواصل الاجتماعي. سؤال اخر جوهري، واش حنا دابا مثلا ملي كنستوردوا واحد القانون ديال التغريد، هذاك القانون ديالي كنستوردوا وكنستهلكوه، يعني استيراد كتبعوا الاستهلاك ولا كونسوماسيون، كنستهلكوه وكنقوموا بالتلقين ديالو للهواة المغاربة، ما كتحسوش بشي حاجة ماشي هي هذيك الخوت؟ يعني بالنسبة لكم عادي، غنبقاو فحال هكا ديما ياك؟ يعني ما يمكنش انه في واحد الوقت من الاوقات نقولوا الى متى
هذا هو الموضوع. الا بغينا نقولوا العنوان الرئيسي ديال هذه الحلقه هو جاي غير دابا، هو الى متى نبقاو في حالكم؟ واش مثلا حنا دابا تقريبا عندنا واحد الالاف ديال الهوات في المغرب، من بين هاد الالاف واش ما يمكنش كاينه واحد المجموعه اللي ممكن انها تلبي لنا هاد الخصائص، هاد الخصائص ديال 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 الاستقلاليه في التشريع، الاستقلاليه في سن القوانين، الاستقلاليه في تقييم الهوات، في تقييم المستوى ديال الهوات. واش باقي ما وصلناش لهذا المستوى؟ انا اشرحوا لي، انا غير بغيت نفهم. الا كنا باقي ما وصلناش رغم ما عرفتش شحال 60 عام ولا ما عرفتش شحال ديال الهوايه، راه كاين مشكل، كاين مشكل وخصنا نلقاو الحل ديالو. راه ما يمكنش نبقاو في حال هكا الاخوان. يعني هادو ثلاث ولا أربعة، ربما ثلاثة ولا أربعة ديال التساؤلات اللي وضعتهم، ونتمنى أنه يكون نقاش. النقاش هو مشروع، يعني حنا ما كنقصدوش واحد الفئة مثلا. نعطيكم واحد المثال جاني غير دابا. مثلا لو كان الناس ديال الودانية، الناس ديال الودانية، واحتراماتي لجميع الإخوة اللي كيديروا الودانية في جميع المدن المغربية بلا ما نذكر الأسماء، المدن المغربية اللي تهتم بالودانية فهي معروفة ونشهد لهم بالكفاءة وب ب ب ب بين قوسين بالوطنيه في هوايتهم. مثلا نشدوا هاد الناس ديال الودانيه ونقولوا لهم هاد العام غادي نطبقوا عليكم الكانتو كامبيرو، يعني الكوديغو ديال الكانتو كامبيرو ديال الصبري. اش غايقولوا لكم؟ اش غادي يقولوا لكم هاد الناس؟ غايقولوا لك سير تلعب. ايوا واش تحمق ولا مسطي ولا؟ مع العلم ان هناك واحد الكوديغو ديال الكامبيرو في اسبانيا بالموازاه مع الكوديغو ديال الكانتو ليمبيو اللي كنستوردو حنا وكيتمارس علينا بهذا المفهوم. هذا كيتمارس علينا. اش غايقولوا لكم الناس الوداني؟ واش تحمق؟ واش حنايا ما عارفين شنو هو التغريد الوداني؟ واش حنا ما عارفين شنو هو الكامبيرو؟ واش حنا ما عارفين شنو هو التغريد؟ بغض النظر على الخلاف اللي كاين بينا، حيت هذا الخلاف راه مهم. هاد الخلاف لو كان يتستغل والتعامل معاه يكون بواحد الطريقه اللي هي رشيده كما نقولوا، راه نخرجوا من دوك الناس الدب. على ان هذا واحد الورش كبير ونتمنى ومفتوح دائما، كيتفتح كل سنه، كل اربع سنوات، كل خمس سنوات، وما كيتلقاليش الحل. وانا انا متاكد بانه ممكن حل هاد المعضله ديال التغريد الوداني. كاين الناس اللي غادي يجي يقول واش دابا حنا الودانيه عطيتكم هاد الاكزومبل علاش؟ حيت عارف هذا هو الاجوبه اللي غادي تحط في التعليقات. وانت شوف اصحاب الودانيه ما مفاهمينش. اللهم اخويا نجيبوا ذاك الكوديغو من الصبليون ولا من عرفت فين الدوله ونتعاملوا به ومريضنا ما عندوش. ولكن الخوت واحد القضيه، واش دابا نتوما ما كتحسوش باننا حنايا الناس يعني ما عندناش واحد القيمه مضافه في هذه الهوايه؟ ما عندناش كينونه ديالنا، ما عندناش هويه ديالنا، ما عندناش عقول ديالنا، ما عندناش حس ديالنا، ما عندناش ودنين ديالنا. راه اسئله بزاف كتوضع. ف نتمنى ان هاد المجموعه ديال التساؤلات، ما كتعرفوا الموقف ديالي من هذا الشيء، تعرفوا الموقف ديالي. انا ما غاديش حيت الطبيعه ديالي ما كنحطش موضوع وكنديريجي على الهوى ديالي وعلى الموقف ديالي، ولكن كنفضل انه يكون هناك تساؤلات، نداءات، صيحات في الهوايه، ويكون واحد الحوار كما قلت في الحلقه السابقه، واحد الحوار ولا اجتماع. فتحياتي واحتراماتي للجميع. السلام عليكم.